I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken, nothing I can do. سلام خوتي خواتاتي كديري لاباس عليكم صحتكم بخير نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي كيفكم حبايبي شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب وطاقه ايجابيه اليوم انا ونوار اليوم دائما طاقه ايجابيه دائما طاقه ايجابيه الحمد لله يا حبايبي شو اليوم فيديو اليوم اليوم فرحانه انا ماني فرحانه بزاف فرحتي اليوم كبيره عقبال الفرحه الاكبر ان شاء الله ان شاء الله يا ربي زاد اليوم عندنا واحد بيبي مولود جديد في عائلتنا وفرحانه اختي الحمد لله ولدت بخير وعلى خير واخا انا ما قدرتش نمشي عندها باش نشوفها حيت نقول لهم في حظر بين بين دبي وابو ظبي وبين الامارتين هذول تنقل ما بين بين المدن أيوة في حظر تقريبا اسبوع او اسبوعين ما بعرف هلا هي اسبوع هي بس يمكن يمددوها اسبوعين وما فيها تروح طبعا دبي هي المفروض كانت تكون جنبها وهي بس أحيانا الظروف بتتغلب على ولكن اختي راه عارفه المهم الحمد لله دعوه الوالده والله سبحانه وتعالى وقف معاها المهم داكشي تفك بخير وعلى خير اليوم بغيت نمشي ان شاء الله نجيب لها شي كادو وحد الساعه بقى ما عارفاش من امس حتى اللي شو بدنا نجيب لها شو بدنا نجيب لها كادو ما عرفش نجيب حوايج ولا العاب ولا شي حاجه المهم بقى مدوخه العاب لا انا دري ما في داعي الالعاب العاب مولود جديد العاب مش المهم احنا غنمشيو دابا ونشوف ديك الساعه اش غنشري وانتم معنا في هذا الفيديو ان شاء الله وطبعا حنتغدى برا اليوم ما كاينش طياب بس حناخذنا شيء على السريع سندويش لانه بصراحه المطاعم كمان سندويش تاخذ لانه ما في حيت المطاعم ما كاينش كمان المطاعم ممنوع انك تقعد في المطعم تجلس في المطعم يعني بيعتبروها من نفس التجمعات وهي لذلك بناخذ تيك اواي بس اكل على السريع بناخذ اكل وبناكل ومشان ما نضيع وقت نروح ندور على مطعم وندور شيء نروح ناخذ سندويش سندويش اوكي يلا نشوف ديال الساندويتش المهم هو قال ساندويتش وانا ما كانش عيني في الساندويتش المهم غنشوفو عينك بشو؟ بشو عينك؟ شحال هادي ما وكلتيني شي حاجه من برا بدك سمك ها؟ لا الحوت دابا راه ما غاديش الحوت اللي بغينا نجيبوه خاصني نرجع للدار خاصني نطيبو وداك الشيء المهم خلاص حنمشي حنبت ساندويتش اي شيء مو ضروري نصور الفيديو كله على الساندويتش المهم خلينا نشوف شوف شوف شو حنجيب كادو ل شو؟ بنت ولا صبي؟ هدية لبنية هي بنية هدية للاخت ديالي يلا عرفت شو مهند شدوا الهيمري الهيمري ديال الجوع قال لي والله ما نزيد معك ضربة قال لي ما نمشيش نشوف لك كادو لا حتى حاجة قال لي تنسى هذيك شنو قلتي نعبي؟ كريشة قال لي تناكل عاد نمشيو نشوفو قال لي راه انا راسي دابا مخي ماشي مع الكادو قال لي ناكل عاد نمشيو نقلبوا على الكادو ديال اختك ياكل لا هذا كيجوع تاع الحدايا تاع تعال بهم هذا كيجوع علاش تعالي هذا كيجوع صافي قال لي ما نعقلش على البشريه ناكل اول حاجه احنا وقفنا هنا انا والله بس بس جوع مثل الجربوع اطلب لنا ساندويش بس جوع بسطل خلص بعد بتحسوا يعني كيف بفرمة المخ بس ياكل واحد المخ بفرمة لحاله هيك خلص بيبدا بيتنشط شوي طلبنا الساندويش هلا جا وقت الاكل هلا اجى وقت الاكل يا سلام شايفين ساندويش على الماشي صراحة مطعم صلي زمان ما اكلت منه مطعم يا سلام يا سلام سلم على بعضينا عشان نزلنا خمسة دقائق مشينا واحد المحل هنا نشوفوا حويجات شوفوا كيفاش حمارين بحال عرفتي شوف عرفتي انا عرقت كلي ورجعنا نجي للطوموبيل ما لقيناش داكشي اللي بغينا المهم كنت كنقلب في حوايج ديال البيبي شيكسيوا زوينه المهم عاطي العين ما لقيتش داكشي اللي باغا دابا غنمشيو محل اخر نشوفو كل ما نمشيو المحل ونرجعو نرجع مريشين بحال شي دجاجة شوفو كيف عرقان جو
جو جو لا يعني ايش كيف كيف بدي اقول مش قادرش الحكي مو مثل الكلام شو بيقولوا مش قادرش تمشي ولا دقيقه. مهند مسكين جاب لي واحد شاف واحد البيجامات مشى قال لي هادو غيجيو عليك شان نقول لك خلت للدار نمشيو للدار ونوريهم لكم شان نقول لك وا مهند يا المرضي لقيت لك شكلك الكاميرا كلك وسي الله يرضي عليك زيت صار اه نورا والمرضية وقيت لك امك سيري الله يرضي عليك شو مزيت وراه وجهي مطير رجعت للدار بغيت نوريكم نشارك معكم الهديه اللي خديت لاختي وبغيت نشارك معكم مهند شنو خذا لي خذا لي واحد جوج بيجامات بغيت نشاركهم معكم شنو نقول لكم مهند نهار اللي كيكون باغي شي حاجه يشريها الرافه هو كيقلب كان كيقلب على اساس انا مشيت للجهه ديال الوليدات الصغار بقيت كنقلب هاللوين الشيبي هالورديه المهم دوخوني داكشي بقيت غارقه حدا البلاصه فين كاين الحويجه ديال الدراري الصغار هو مشى يقلب لي على شي تيشيرت ولا داكشي المهم مشى يقلب بواحد دوره المهم مشى جاب لي واحد جوج بيجامات قال لي هادو عجبوني وغناخذهم لك وجاوهم كبار قال لي حيت يجيوكم فضفاضن احسن ما يكونوا يجيوك صغار قال لي لانه البيجامات هادو اللي تكلبس شويه ولا كيجيوني مضيقين حتى هادي نيت لي داوي دابا ولابسها هو اللي مختارها ليا ولكن انا كنت معاه ولكن بقى مركز عليها قال لي هادي اللي غتجيك زوينه والنيت كيعرفني انا عزيز عليا داكشي ديال الدراري الصغار داكشي اللي كيكون فيه الرسوم ميكي ماوس داك اللعيبات عارفني عزيزين عليا داكشي علاش ديما كيبانوا لي شي لعيبات بحال هادو كيجيبهم كيتمجعي شوفوا البيجاما اللي جاب لي اللي جاب سامبل فيه هاد اللوين في الوردي بارد هنا فيه هاد ميلي ماوس هنايا المهم شوفوا كجبل هي كبيره دايره اكبر مني انا كنت كناخذ الام يعني الوسط دابا دايره جبل هي الكبيره قال لي باش يلا تجيك شوف السرواله قداش كبير المهم راهي كتلبس غير في الدار والحاجه تجيك مفضفضه احسن ما تجيك مضيقه المهم هذه هي البيجامه الاولى المهم زوينه ياك عجبتكم اكيد غتعجبكم هذا حيت دائما كنلبس البيجامات كيسولوني البنات كيقول لي البيجامات ديالك زوينه ملي كتشريهم انا كل مره ومناش يعني ما عنديش شي محل معين انا فين ما دخلت شي محل لقيت شي حاجه كيوت زوينه فيها بحال هاد الرسومات ديال الدراري الصغار داكشي كيعجبوني كنشريهم المهم وعارفني هاك شوفوا هادي في الشيب البارد فيها هاد الرسوم تحت هاد كيتبعو الدراري الصغار ما عرفتش شنو سميتهم شوف قداش كبيره عريضه ولكن زوينه عجبتني الله يعطيك الخير يا مهند المهم كما قلت لكم يمشي يقلب هو حدا البيجامات ديال العيالات ما عندوش مشكل كيقلب على شي حاجه كتبان ليه كيعرفها غتعجبني كيجيبها المهم جاب لي جوج بيجامات ندوز فيهم هاد الصيف باردين هادي وهادي وانا نوريكم شنو خديت لختي ندور لكم الكاميرا قبل ما ندور لكم الكاميرا بلاتي نهضر معكم حبايبي بغيتكم كلكم تباركوا لمريوم تهبطوا التعاليق تباركوا ليها تفرحوها حتى هي كتتبع الفيديوهات ديالي وكتقرا التعاليق مسكينه كتعرفوا كانت باغا تجيب الوالده كان دايره في بالها باغا تجيب الوالده يعني مخططه انها غتجيب الوالده ملي تقربت تولد ولكن مع الظروف ما سمحتش ليها باش تجيب الام يعني الام ديالي هنايا باش تكون هي واقفه معاها كتعرفوا مامي كتمشي تولد واخا هنايا حنا حداها كنت انا باغا نمشي عندها بصراحه ولكن كما قلت لكم حبسوا الطريق ها شوفوا الزهر كيفاش حبسوا الطريق المهم دعوات الوالده راه معاها كما قلت لكم والله سبحانه وتعالى بقات معاها ولدت بوحدها بغيتكم تدعوا مع اي تفرحات ولا مبروك داكشي اللي كيتقال وغنوريكم هادشي ما كاين خديت ليها هذه المهم هذه كتجي مجموعه يعني بحال هكذا قطعه وحده انا حيدت ليها داك اللي كيكون من الفوق كانت هنايا مجموعه في هذا حيدته باش نوريكم المهم فيها الزوين دخلت الحويجات ديال الوليدات الصغار عندي للدار ان شاء الله يا ربي يرزق كل محروم وانا معاكم ان شاء الله بالدريه الصالحه بالدريه الصالحه زوين احسن زوين انك تشري حويجات ديال الوليدات الصغار داك الشيء والله العظيم المهم كما قلت لكم فيها الزوين هذا ها انتو كيجي هذاك هادشي كامل كيتباع يعني كيتباع كومبلي بحال هكا هنا كتعرفوا هاد الرياقه هذه الطاقيه هنايا التقيشرات هادي اللي كيلبسوها باش كيشدوا اللي كيلبسوها الدراري الصغار اللي كتكون من التحت ها هي هنايا هذا بحال شكل بيجامه هنايا هذا سريويل ها هو وهذا بحال ليزار ما عرفتش ديالاش
المهم هذا داكين هنايا بحال اللي زار شوفوا. المهم هاي كما قلت لكم هذه كتجي مجموعه كامله خصنا نقاد عليها ونرجع عليها البلاصه، كانت زوينه مجموعه. المهم قلت غنصور عليكم بلتي نوريكم شنو جبت اخر. جبت ليها البنات هذه سنيسله على شكل خميسه، كنت باغا نجيب ليها كورميطه صغيره ديال الدراري الصغار فيها خميسه، قلت غنجيب لها سنسله احسن، الكورميطه تقدر تكبر ملي كيكبروا الوليدات الصغار كتبقى تجي قدهم في الايد، هذه لا واخا دير 6 شهور عام عامين 3 سنين تبقى تلبسها. المهم قولوا لي عطيني رايكم في الكادو. المهم هذا هو الكادو اللي خديت خصيص سنيسله فيها خميسه، وخديت ليها هذه اللبسه كتجي مجموعه ديال الدراري الصغار. هذا الشيء هو اللي خديت البنات شاركته معاكم في هذا الفيديو، وهذا الفيديو ديال اليوم حبايبي، نتمنى يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسناونا في فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه. I don't want to live this way. I really wish we never knew. Out of sight and out of mind. I don't want to be with you.